عم عتاب الوياج رايدتج تسمعينا تسمعينا شلون احمل يا عم افراق وانت الحال تدرينا عم اليتيم الماك وهالوياه يا هوي لما ويعين اليتيم يريد اللي لما ابوه يحضر له امه والله وانا شلون يا عمي من امه يتيم امسيت وابوه يحسين والينا لما امروا بالنساء ان ترجع الى المدينه تلتفت زينب الى تلك الخربه تسمع صوت من تلك الخربه عم شلون بين هالعدوان يا عم تخليني عم شلت ويا هل وظليت وحده من يسليني عدها رجاء وطلب هذه الطفله تقلل عمتها عم لو جيت الشام رايدتش تزوريني تقلها مو تنسينا ترجاك يا عم تراحتنا جيبي الاخوت وياك يا عم بعد تقلها سلميلي سلمي على ابوي حسين او سلامي العمي العباس وخبريهم رقي شلون اهوت ماتت على الراس والله وخبريهم بقت بالشايام ويا رجاس ذيك الناس لكن عدها طلب آخر رقية اتقلها أمانة أمانة وياك يا عمتي شنو هذه الأمانة والله أمانة وياك يا عمتي المدينة جدنا لو رحتي والله سلامي يا سلام للعلي لأختي وخبريهم رقية شلون عدها الشوق ما ينقص ترجع زينب إلى كربلاء المصائب تتجدد على زينب تصل إلى قبر الحسين الروايات تقول تخرج شيء من تحت عباءتها زينب الروايات تقول دققنا النظر تخرج زينب ذلك الرأس الشريف تريد أن تضعه ومع الجسد لكن زينب تسمع صوت من نحر الحسين زينب زينب أين عزيزتي رقية لما تسمع هذا الكلام تقل أمانة أمانة لأطفالك يا أبو اليمة أمانة أفقدك فقد واحدهم أمانة خويا أبو علي جيت وياي لك عندي أمانة ثوب كانت تلبس رقية ويلي ويلي ثوب كانت تلبس رقية